زمان التمنيع وليس زمان الوقاية، أن زمان الوقاية لا يمكن أن يكون ذا نفع في مصفوفتنا الراهنة. لذلك وجب التفكير بجدية في بناء هذه الميتابوليزمات، بالعربي يقال الأيض، هذه الميتابوليزمات التي تمكن من اكتساب كل أجهزة الدفع المناعي التي تعرف كيف تفرق عند هذا الفرقان بين الأفكار البانية والأفكار الهادمة، مثل البوصلة التي يزود بها من يسير في غابة بمفرده أو في جماعة. إذا لم يكن قادرا أو تكون قادرة على استعمال هذه البوصلة فإن الاهتداء سوف يصبح مهمة في غاية العسر. فإذا لا يمكن أن نفرض على هؤلاء أن نكون إلى جانبهم نلزمهم باتباع ما نقوم به، والحال أن كثيرا مما نقوم به أو قمنا به في الماضي ليس يتواءم مع مقتضيات مصفوفتهم الراهنة، وبالتبع وجب أن نشتغل معهم مواكبة لهم وتزويدا لهم بما يلزم من كفايات ومن مهارات لكي يستطيعوا هم استعمال أسطرلابهم وبوصلتهم الخاصة للاهتداء في دروب هذه المصفوفة الحياتية المعاصرة والتي لا مقتضيات لم تكن للمصفوفات السابقة. ومن هنا فإن من أولى الحقائق التي ينبغي تذكرها وتمثلها أن المسألة اليوم لم تعد مسألة معلومات، لأن المعلومة تبعد بكليك واحد من إبهام أو من سبابة أي شابة أو شاب، المعلومة موجودة هناك، لكن المسألة هي كيف أستنطق هذا الكون وكيف أستنطق هذه المرجعيات، كيف أستنطق حتى هذا التراث من أجل أن أستمد منه ما أحتاج إليه في هذه المصفوفة لكي أكون معانقا للهداية الجوهرية للدين الإسلامي، والذي يبين أن الأساس من درء الإنسان على هذا الكوكب هو أن يحقق السعادة لنفسه ولغيره. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بمعنى أننا مطالبون بأن نفهم أن هذا الدين الإسلامي جوهره فلاح، جوهره سعادة، جوهره حبور، جوهره تعارف، وهذه اللام التي في قوله تعالى لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تظهر وتشي بأن التعارف مقصد، ليس مقصدا تبعيا وإنما هو من المقاصد الأصلية إلى جانب التوحيد والتزكية والعمران في هذه المنظومة المباركة. ولذلك فإن خطابنا لكي تكون له جاذبية ينبغي أولا أن تكون المضامين فيها الاستجابة للقضايا الحارقة وللانتظارات، ثانيا ينبغي أن يكون هذا الخطاب مسكوبا في هذه الحوامل التواصلية المعاصرة التي نسميها مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، والتي هي أماكن سكنة الشباب المعنوية. فالشباب ليس اليوم في الأماكن الجغرافية الجثمانية، إنما هو أمام هاتفه المحمول أو هاتفها الذكي أو اللابتوب اللوحة المحمولة أو الحاسوب المحمول أو غير ذلك. لذلك فالمزاوجة بين المضامين وبين الوسائل والحوامل باتت أمرا ضروريا لا بد من أن نتضرع به، ولا بد أن نعتمده من أجل الوصول إلى هذه الغايات التي أشرت إليها في سؤالك، أي التمنيع وليس الوقاية.